متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في بث مباشر جديد. معاكم اسماء اسماعيل من الاسكندريه، طبعا من داخل مسجد المرسي ابو العباس. هنا طبعا بنتابع معاكم تفاصيل ما حدث داخل هذا المسجد، يعني بعد 700 سنه من الزخارف اللي موجوده على القبه. زي ما حضراتكم شايفين القبه اللي موجوده امام حضراتكم دي، يعني راحت على ايد مقاول مش فاهم اي حاجه. طبعا هنكشف حضراتكم التفاصيل كامله من خلال ابو كبير متي. الحكاية وما فيها من داخل طبعا مسجد المرسي أبو العباس. هنرصد لحضراتكم التفاصيل كاملة وواضحة وما حدث داخل هذا المسجد التراثي، هذا المسجد التراثي اللي طبعا يعني من أقدم المعالم الأثرية في اسكندرية. صدمة مروعة أصابت المواطنين بمحافظة الأسكندرية جراء خطأ المقاول الذي يقوم بأعمال الترميم بمسجد المرسي أبو العباس بحي الجمرك بمحافظة الأسكندرية من إزالة النقوشات التراثية. نقوشات طبعا شال كل النقوشات التراثية التي تعد نموذج للتراث العربي الأصيل. خطأ المقاول تسبب في محو التراث طبعا بشخصية المسجد، ويعد مسجد المرسي أبو العباس أيقونة ودر التاج مساجد الصغر السكندري. تم إيقاف أعمال الترميم بالمسجد وخطأ المقاول أنه لم يستعين بالمتخصصين بالتراث للحفاظ على القيمة التراثية بالمسجد الذي أسس منذ 714 عام. نشرت كل وسائل التواصل الإلكتروني بمحافظة الإسكندرية عبر صفحاتها كافية محو آثار النقوش التراثية. وحاول طبعا الموضوع دلوقتي في إيد محافظ الإسكندرية، طبعا استعانة بمهندسين وطبعا هيتم حل الموضوع. بنتمنى إن الموضوع يتحل. هكلمكم شوية عن مسجد المرسي أبو العباس. مسجد المرسي أبو العباس تم بناؤه عام 1307 ميلاديا، ويسميها أهل الإسكندرية جامع المرسي أبو العباس، أحد أقدم وأشهر المساجد التي بنيت في الإسكندرية في مصر، حيث يتميز بقبابه المميزة الشكل، وهو من أهم ما يميز منطقة أبو العباس في منطقة بحري بالمدينة. ويضم هذا المسجد الضريح الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخرزجي الأنصاري المرسي، الذي يتصل نسبه بالصحابي سعد بن عبادة والد الشيخ أبو العباس المرسي عام 616 هجريا الموافق 1219 ميلاديا. نشأ أبو العباس في بيئة دينية عادته للتصوف، درس وأخذ العهد على يد شيخه أبي الحسن الشاذلي. أقام أبو العباس في الإسكندرية 43 عام إلى أن مات في 25 من ذي القعدة سنة 686 هجريا، ودفن في الإسكندرية في مقبرة باب البحر إلى أن كان سنة 706 هجريا حي. هنا بنى الشيخ زين الدين ابن القطان كبير تجار الإسكندرية عليه مسجدا. طبعا هنا مدفون المرسي أبو العباس زي ما قلت لحضراتكم، وتابعت معاكم تفاصيل ما حدث ليه هذا المسجد. هي دي القبة اللي يعني تشال من عليها الزغارف التراثية العربية الأصيلة طبعا بتاعت زمان، اللي كان بقالها 700 سنة المقاول شالها، وطبعا أصبحت زي ما حضراتكم شايفين كده شكلها عامل ازاي.
طبعا المسجد ده ناس كتير بتيجي من كل مكان عشان تتبارك بيه ويدعوا. طبعا الورقة البيضة دي الناس بتكتب عليها أدعيتهم، طبعا يعني فكرين ان يعني لما يكتبوا ويرموا فلوس في المقام ان كل حاجة طبعا بإيد ربنا. ولكن احنا موضوعنا النهاردة هنتكلم عن الزخارف التراثية اللي اتشالت من قبة المسجد. زي ما حضراتكم شايفين كده، بنتمنى ان محافظة الاسكندرية ينظر في الموضوع ده ويعيد ترميمها، ترميم الزخارف اللي كانت موجودة. طبعا مسجد المرسي ابو العباس موجود في اسكندرية، تحديدا منطقة بحري حي الجمرك. تابعينا الكرام، تابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. بشكركم، وكنت معكم اسماء اسماعيل، والى اللقاء.